لما نسلك في أنواع الراحة نلاقي أول راحة هي راحة الجسد، راحته من التعب وراحته من الإرهاق. الله الذي خلق جسدك وعارف طبيعته، عارف إن جسدك يحتاج لراحة يوم في الأسبوع، إداك اليوم الراحة عشانك أنت مش عشانه هو. إن السبت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. كمان راحة الجسد بإنك تمنع عنه الأشياء اللي بترهق الجسد. يعني إيه؟ يعني الخمر بيرهق الجسد، يعني السجاير بترهق الجسد. هو راحة الجسد بس يعني تبطل يوم في الأسبوع؟ راحة الجسد يعني ما تشربش سجاير؟ راحة الجسد يعني ما تشربش خمر؟ في حاجات شهية للأكل ولكن مضرة بالصحة في الأكل، لازم تريح جسدك بإنك تمنع جسدك عنها. الراحة وصية من وصايا الله. استراح الله إنه أتم عمله خالقا، ولذلك كل واحد يتمم عمله بيكون مستريح من جوه، كل واحد يؤدي واجبه يكون مستريح. إذن راحة الجسد مش هي كل حاجة، لأن جاي استريح جسدك وتتعب ضميرك، فما تحطش الراحة باستمرار إنها راحة الجسد فقط، لازم تكون راحة النفس كذلك. وهكذا كتير من الناس تجد راحتها في عمل محبة تعمله من أجل الآخرين، تبقى مستريحة حتى ولو أتعب جسده، حتى ولو أتعب فكره، حتى ولو أتعب نفسه. إزاي أتعب نفسه؟ جايز واحد ضايقك وإنت عايز تنتقم لنفسك، فتضغط على روحك وتتعب نفسك شوية، لكن تستريح إنك لم تنتقم لنفسك. ربنا بيستريح في القلوب المؤمنة به، القلوب المحبة له، القلوب التي تصنع مشيئته وتتمم إرادته. فأنت تستطيع تستريح وتريح إذا كنت بتتمم مشيئة الله على الأرض. ربنا عايزك تستريح جسدا وتستريح نفسا وتستريح روحك أيضا. روحك تستريح من الخطايا، تستريح من العادات الوحشة، تستريح من الطباع الردية، تستريح من جهة الإغراءات، من جهة الشهوات، تستريح في حروب الشياطين، تستريح في ربنا. في حاجات كتيرة ممكن تريح الإنسان، إذا استريح من جوه يقدر يستريح من بره. غالبا داخلك هو اللي بيتعبك، نظرتك للأمور هي اللي بتتعبك، حكمك على الأمور هو اللي بيتعبك. ولذلك في واحد تلاقي صدره واسع وباله واسع، تيجي له مشاكل من شرق وغرب، تلاقيه قاعد يضحك بيبتسم يقول لك يا عمي يا ما دقت على الراس طبول. طريقة تقبل الأمور والتعامل مع الأمور هو اللي بيريحك أو يتعبك. عايز تستريح صحيح، ريح غيرك وانت تستريح من جوه. لا تجد راحتك الا في ربنا. بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ايضا الانسان يجد راحته اذا ترك الخطيه ولجأ لله. طول ما الانسان بعيد عن ربنا يبقى تعبان. الراحه الحقيقيه تجدها في ربنا. حياة السلام وحياة التسليم فيها راحة لكل إنسان.